موقفنا من اللي وقع توا، قلنا ندينا بحل الحكومة وتعويضها بحكومة سميناها احنا وفاقية. حتى في احد البلاتوات بتاع التلفزيون يقول شنو الفرق يا سي احمد ما بين وفاقية وما بين انقاذ؟ قلت له لا، الانقاذ فيه ثنية ربما من بعض الاطراف مش بالكل، ان اقصاء الناس اللي في الترويكا توا بعدوهم ونحتلوا احنا السلطة. احنا ماناش ماشيين مع هذا، احنا نعتبروا ان الشرعية شرعية حقيقية وانتخابية، ثم هذه مهلة بتاع ثلاثة ولا أربعة أقل حد. وعطينا دات بيتوار للمجلس التأسيس، قلنا له نهار 23 أكتوبر توفى مهمتك ونهار 24 أكتوبر تسلم صلاحياتك، إذا ما ثماش مجلس آخر من هنا الوقت تسلمها للحكومة التي ستنشأ. وإحنا نعتقد أن ذات الأطراف الحاكمة والأطراف المعارضة تميل إلى حل وسط. المؤسسة الثالثة اللي هي مؤسسة الرئاسة، أغلب الناس ما تكلموش عليها. مؤسسة الرئاسة انتم كعالميين وتعرفوا معناها المآخذ اللي تأخذ عليها من فترة طويلة جدا، وأكبر مأخذ احنا ناخذوه عليها الأيام هذه بالذات هو مؤسسة الرئاسة هي القائد الأعلى للقوات المسلحة. والقوات المسلحة الآن عندنا مصيبة كبيرة حصلت، مش حاجة صغيرة اللي حصل في الصف الشعام، يعتبر معناها كارثة على مستوى تونس، لأن مش متعودين على هذا الكل. وحسينا معناها كأن الجيش ما عندوش الإمكانيات باش يدافع على نفسه، هذا إحساسنا الداخلي. ونستغرب احنا اللي كانت القيادة العليا للقوات المسلحة ما عملتش حركة، ما فيش أي تحركات من هذا، غير حتى الجنازة كانت على مستوى غير لائق. زد على هذا وقت نشوف الميزانية بتاع الرئاسة حاليا 80 مليار، أنا حاجة تبالي 80 مليار باش نعمل الرئاسة، وقت نعرف اللي الجيش ما عندوش حتى الإمكانيات باش يعمل مسيحات ألغام. فلذلك أنا نشوفه اللي مؤسسة الرئاسة مش قاعدة تقوم بدورها. ومن ناحية ثانية في الخارجية كذلك، معناها في الخارجية العلاقات نتاعنا تدهورت تدهور سيء جدا، حتى تونس صارت معزولة على مستوى العالم. من ناحية ثانية أنا جارتنا قريبة هنا الجزائر، الكلام اللي يقال في الصحف وفي الواحد أخرجي الرئيس ما تكلمش في الموضوع هذا. الجزائر جارة، لو كان صحيح أو غلط، ولكن أقل شيء على أقل شيء العلاقات الدبلوماسية تقول أنه يمشي ويحكي معاهم يأخذ القرار يمشي الجزائر، لأنه موضوع كبير مش موضوع صغير. هذا الناس تتكلم تقول الجزائر دخلت ودخلت مش عام وكذا، مش فريكة ذي. فإحنا نشوفوا اللي بالأسف في الوقت الحالي المردود متاعها غير 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 دون المستوى الحدث، وإذا كان مش نغيره حتى الرئاسة لازم تتغير. نشوف الأحداث الأخيرة بإيجاز مدى تأثيرها على حياة المواطن التونسي. نأخذ التأثيرات المباشرة. اليوم الدينار التونسي قاعد يتراجع، يقول القائل شنو علاقتي أنا كمواطن تونسي بهذا التراجع؟ تراجع قيمة الدينار تؤدي مباشرة إلى ارتفاع العجز في الميزان التجاري وإلى مزيد من التأثيرات التضخمية، بمعنى أنه القدرة الشرائية متاع المواطن العادي باش تزيد تدهور، وقفة المواطن باش تزيد تدهور، ونفس الشيء بالنسبة للمؤسسة، القدرة التنافسية متاع المؤسسة باش تزيد تدهور. إذن كل مكونات المجتمع، كل المكونات الاقتصادية هي متضررة من العنف، متضررة من الإرهاب، متضررة من هذه الحالة السيئة للوضع السياسي والاقتصادي.